السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في المحاضرة السادسة من سلسلة المحاضرات المقررة أساسيات الهندسة الكهربية. طيب، المحاضرة دي إن شاء الله هي بعنوان مبرهنة نورتون. في المحاضرة السابقة كان اتكلمنا عن مبرهنة ثيفنين، وقلنا عشان نقدر نطبق نظرية ثيفنين أو مبرهنة ثيفنين عندنا 3 خطوات بنتبعها. الخطوة الأولى بنزيل الفرع أو المقاومة اللي عايزين نوجد فيها التيار، وكان لو مذكيين بنسميها برانش اي بي اللي هي الفرع اي بي. بعد ما اشيل الفرع بوجد الجهد في هذا النقطة او في النقطة دي، نقطة اي بي. بعد ما وجدت الجهد ده بسميه في ثيفنين، دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية بوجد المقاومة في النقطة اي بي، و اي مصدر يوت في الدائره بحوله لسلك اللي هو شورت، واي مصدر تيار بحوله لاوبن او دائره مفتوحه. وجد المقاومه اللي هي مكافاه للنقطتين دي اللي بنسمها ار اي بي اللي هي الار ثيفن. الخطوه الثالثه بنوجد دائره ثيفن المكافاه اللي هي بتحتوي على في 7 اللي حسبناه في الخطوه الاولى، وار 7 حسبناه في الخطوه الثانيه، والمقاومه اللي حذفناها اللي عايزين نوجد فيها التيار. تمام، بنضعهم الثلاثة مع بعض في دائرة مع بعض مسماها مكافئ ثيفنين، فبالتالي ممكن نحسب عادي التيار المار في الدائرة. طيب، مبرهنة نورتون أيضا بتستخدم لتبسيط الدوائر. في مبرهنة نورتون ان احنا بنحاول نبسط الدائرة، مثلا نتكلم عن دائرة زي دي فيها ايضا مجموعة من المقاومات و المصادر، بنبسطها لدائرة تحتوي على مصدر تيار ومقاومة على التوازي. ركز معي، مصدر تيار ومقاومة على التوازي. طيب، مصدر التيار بنسميه اي ان اللي هي اختصار لنورتون، تيار نورتون، والمقاومة بنسميها بار ان اللي هي ار نورتون. بعدك طبعا النقطة A B دي ممكن تكون المقاومة اللي انا هحذفها او كده، ممكن احذف فيها التيار لو انا عايزه. فدي المكافئ حق نورتون اللي هي دائرة نورتون والمكافأة. تمام، طيب عشان انا اقدر اوجد مكافئ نورتون او دائرة نورتون والمكافأة ايضا عندي 3 خطوات مفروض اتبعها عشان اقدر اوجدها. طيب الخطوات دي شنو هي؟ يلا، الخطوة الأولى أوجد مقاومة نورتون المكافأة اللي بنسمها R. طيب الخطوة الثانية نوجد تيار نورتون في الفرع اللي أنا حذفته، يعني الفرع المطلوب، وتيار أنا هحسبه هنسميه أي شنو؟ هنسميه أي نورتون. الخطوة الثالثة أوجد دائرة نورتون المكافأة، بمعنى إنه التيار ومعاه المقاومة على التوازي، بجيب شنو؟ الفرع اللي أنا عايز احسب فيه التيار وكده، بضعه في النقطة A B. طب خلينا مع بعض نشوف الكلام ده في مثال عشان نقدر نفهم الخطوات دي. أوجد دائرة نورتون المكافأة للدائرة أدنى خارج المقاومة R L. طيب هنا أنا عايز أشوف شكل الدائرة حقت نورتون المكافأة. طيب إذا كان الفرع المطلوب بالنسبة لي هو شنو؟ هو A B اللي هي R شنو؟ ار ال او الار لود اللي هي مقاومة الحمل. تمام، طيب يلا خلينا نتبع مع بعض الخطوات. الخطوة الأولى ها بنشيل المقاومة حقت الفرع المطلوب، بنشيلها برا اللي هي الار اي بي اللي هي الار لود، ودارين نحسب شنو؟ دارين نحسب الار نورتون. طيب الار نورتون نفس الفكرة، ها إذا كان عندك مصدر جود بعبر عنه بشورت سيرك، إذا كان عندك مصدر تيار بعبر عنه شنو؟ بأوفن سيرك. طب أنا عندي مصدر جود بعبر عنه شنو؟ بشورت سيرك، صح؟ فكده الدائرة هتبقى لك واضحة، صح؟ يلا ها، زي كأنها عبارة عن سلك عادي. فلو افترضنا إنه في تيار طالع من النقطة دي هيتفرع في 3 أوم في 6 أوم، وهيجتمع تاني يرجع لنفس النقطة، ده معناتها 3 أوم و6 أوم موصلات على شنو؟ على التوازي. طيب طالما وصلت على التوازي حاصل ضرب على حاصل جمع، بيجيني الناتج عبارة عن 2 أوم.
طيب الخطوة الثانية بنعمل كالآتي، بنرجع المصدر بتاعنا اللي احنا حذفناه، والنقطة حقتي اللي انا حذفت منها الفرع بوصل فيها سلك. لاحظوا معي بوصل فيها شنو؟ بوصل فيها سلك. يلا المطلوب شنو؟ اوجد التيار المار في السلك، والتيار المار في السلك هو اي اي بي، او هو عبارة عن تيار نورتون، لان انا حسبت التيارين ده هو ذاته تيار نورتون. طيب عشان نقدر نبسط الكلام هاي ركز معي. اذا افترضنا طبعا التيار طالع من المصدر الخارجي 9 فولت، هي ماشي في 3 اوم، لما نصل للنقطة دي عندنا سلك وعندنا مقاومة 6 اوم. هنا من الاسهل انه التيار يمشي في مقاومة ضعيفة ولا يمشي في مقاومة كبيرة؟ يمشي في مقاومة صغيرة صح؟ في مقاومة صغيرة. ليه؟ لأنه المقاومة الصغيرة ما بتقاومه، عشان كده من السهل جدا إنه التيار يمشي في سلك. عشان كده لو لقينا تفرع في سلك وفي مقاومة طوال هيحصل شورت، يعني بنسموها شورت في الكهرباء، بنسموها شورت، يعني التيار كله ماشي في السلك، ماشي في السلك. ف الدائرة زي كان هتبقى شنو؟ عبارة عن 3 اوم والسلك ده والبطارية، يبقى زي كأنه المقاومة 6 اوم دي معناها ما فيش، لأنه ما حيمشي فيها تيار، التيار كله حيمشي وين؟ حيمشي في السلك، حيمشي في السلك. فلو أنا عايز أحسب التيار، التيار هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن مصدر الجهد على المقاومة 9 فولت على 3 اوم، يبقى 9 على 3 بيجيك 3 شنو؟ 3 امبير. وكده هكون حسبت شنو؟ حسبت الاي نوت. طيب في النهاية بنحصل على دائرة نورتون المكافأة اللي هي عبارة عن شنو؟ اي نورتون وار نورتون. اي نورتون عبارة عن 3 امبير، والار نورتون عبارة عن 2 اوم. وهنا ممكن اجي ارجع الفرع بتاعي اللي انا حذفته قبل اللي هو الار نوت. تمام. طيب كده الخطوات وضحت لك صح؟ الخطوة الأولى أوجد مقاومة آر نورتون، بوجدها كيف؟ زي ما قلنا أي مصدر جهد بحوله لسلك، أي مصدر تيار بحوله لدائرة مفصولة أو أوفن سيركت. بعد ذاك بجيب المقاومة المكافأة، دي هي عبارة عن آر نورتون. الخطوة الثانية ها بوجد الآي نورتون. الآي نورتون بوجد كيف؟ برجع على المصدر عادي، والفرع اللي أنا فصلته بعبر عنه بسلك، بوجد التيار في هذا السلك. الخطوة الثالثة طبعا هي دائرة نورتون المكافأة، بخط التيار اللي انا حسبته الاي نورتون مع الار نورتون والفرع اللي انا حسبته عشان احسب فيه تيار واحسب فيه المقاومة، احسب فيه المقاومة. طيب خلينا نشوف مع بعض المثال نطبق فيه المفهوم حقنا. طيب قال لك من الدائرة التالية اوجد التيار المار في المقاومة 9 اوم او البرانش اي بي اللي هي الفرع ده، باستخدام نظرية شنو؟ باستخدام نظرية نورتون. طيب هنتبع نفس الخطوات صح؟ نفس الخطوات. الخطوة الاولى هعمل شنو؟ هجيب مقاومة نورتون المكافأة، ومقاومة نورتون المكافأة عبارة عن شنو؟ بحذف المقاومة دي او بحذف الفرع ده، واي مصدر تيار بعبر عنه بأوفن سيركت، واي مصدر جهد بعبر عنه بسلك. طيب يلا خلينا نشوف الخطوه الاولى. لو لاحظت معي ها يلا حذفنا الفرع، مصدر التيار عبرنا عنه بشنو؟ بأوفن سيركت صح؟ اوفن سيركت. في الدائره بقت عباره عن 5 اوم و4، بقى التيار هيجي ماري، دي طبعا دائرة مفتوحة ما هي مرفقة، يعني حيمشي في 5 و 4 وحيجي راجع، يبقى مقاومة 5 و 4 اوم على مواصلات على التوالي. يبقى طالما مواصلات على التوالي حاصل جمع 4 زائد 5 او 5 زائد 4، الناتج عبارة عن 9 اوم، ودي عبارة عن الار شنو؟ الار نورتون، الار نورتون. طيب الخطوة الثانية بنوجد شنو؟ بنوجد الاي نورتون. ف برجع المصدر والحتة اللي أنا فصلتها بوصل فيها سلك. فلو لاحظت معايا المصدر التيار، التيار حي من هنا حيمشي هنا وحيمشي هنا.
طيب الدائرة دي لو لاحظتها معي زي كأنه مصدر التيار ده هيتفرع في المقاوم 4 اوم اللي هو ده اللاين اوتر، وفي المقاومة 5 اوم. طيب انا عايز التيار في المقاومة 4 اوم، اللي بنستخدم قانون مجزأ التيار الكهربائي. التيار في المقاومة 4 اوم يساوي ها التيار الكلي في المقاومة 5 اوم اللي هي المقاومة البعيدة على حاصل جمع شنو المقاومتين. يعني في مجزأة التيار الكهربائي متذكر بضرب التيار الكلي في المقاومة اللي انا ما عايز فيها تيار، يبقى 5 اوم في 10 امبير على 5 زائد 4 التيار هيجينا 5.556. الدائرة المقابلة هي عبارة عن شنو؟ ها الاي نورتون والار نورتون موصلات على التوازي، وده الفرع اللي نحن حذفناه من البداية. يبقى معناته عندنا شنو؟ مقاومتين موصلات على التوازي ومع مصدر تيار. أيضا هنستخدم مجزأ التيار شنو؟ الكهربائي. نحن عايزين التيار في المقاومة 9 أوم 9 أوم، فبنستخدم مجزأ التيار الكهربائي صح؟ يبقى التيار الكلي ها في المقاومة اللي أنا ما عايز فيها التيار على حاصل جمع شنو المقاومتين. طبعا من حسن الحظ إن المقاومتين مساويات، عشان كده التيار في 9 على 9 زائد 9. لو كانت المقاومة دي قيمتها مختلفة كان هتظهر معاك هنا في الناتج في الحساب. الناتج راح يطلع لك 2.778 أمبير. وضحت لك الفكرة؟ الخطوات واضحة صح؟ 3 خطوات، مقاومة نورتون، تيار نورتون، الدائرة المكافأة، بعد ده بتحسب التيار عادي. طيب ده تمرين بسيط نقراه مع بعض. أوجد التيار المار في المقاومة 2 أوم 2 أوم أو الفرع AB فرع AB باستخدام نظرية نورتون أو مبرهنة نورتون. إذا كان المصدر الخارجي عبارة عن مصدر تيار يحتوي على 12 أمبير أو بيدينا 12 أمبير، والمقاومة دي 4 أوم، والمقاومة دي عبارة عن 8 أوم. يبقى زي ما قلنا في البداية تحذف الفرع تمام، وتوجد المقاومة في النقطة AB، أي مصدر تيار تحوله لشنو؟ لأوبن سيركت، وأي مصدر جو تحوله لشورت سيركت. بعد ذاك ها ترجع مصدر التيار أو مصدر الجود، وتعبر عن الفرع اللي انت شيلته بسلك، توجد التيار في السلك، بعد ذاك تكون دائرة نورتون المكافأة اللي هي عبارة عن اي نورتون حسبته وار نورتون ومعاها المقاومة اللي حذفتها من الدائرة، اللي المقاومة اللي حذفتها من الدائرة. توجد بعد ذلك فيها التيار عادي باستخدام مجزأ التيار الكهربائي. طيب التيار المعرف في المقاومة 2 اوم هيطلع لك في 9.6 أمبير. طيب حاولوا حلوها وراجعوا الدرس بخطوة خطوة، وإن شاء الله المعلومة تكون وضحت لكم. شكرا للمتابعة، نلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة واللي هي بعنوان نظرية ميلمان. إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله.